جملة كررناها كتير جدا في حلقات البودكاست وما زلنا بنأكد عليها، وهي من السهل جدا انك تكون شخص غني ويكون معاك الكثير من المال، ولكن لو ما عندكش عقلية مستثمر مش هتعرف ان انت تدير اموالك. طيب ازاي تتبنى عقلية مستثمر؟ والاجابة بمنتهى البساطة ان يكون عندك مجموعة من العادات اللي اتبعها الاغنياء. ولما اقول الاغنياء مش معناها ان الناس دول معاهم فلوس كتير، لكن اقصد ان عندهم عقلية مستثمر. لكن في البداية خليني أقولك على حاجة صغيرة، لو انت حابب انك تسمع البودكاست وتقراه في نفس الوقت وكمان باللغة اللي انت عايزها، فكل اللي عليك انك تتبع الخطوات اللي ظهر قدامك على الشاشة. النهاردة في حلقة بودكاست المحطة هشارك معاك عادات للأغنياء مهمين جدا لأي شخص عايز يحقق ثروة أو عنده ثروة ولكن مش عارف ان هو يديرها. نصيحتي ليك حضر مشروبك المفضل وركز معايا لنهاية الحلقة، علشان حلقتنا النهاردة هي بمثابة أسرار. أول عادة موجودة معانا النهاردة للأغنياء وهي التدوين المستمر. ممكن نكون اتكلمنا قبل كده عن كتابة الأهداف واتكلمنا عن أهميتها وطرحنا دراسة بتؤكد على أهمية كتابة الأهداف، ونظرا لأهمية هذه العادة اللي المفروض يتبعها الجميع، فخلينا نتعرف على فوائد التدوين، او خلينا نقول بمنتهى البساطة الكتابة اليومية. كتابة الافكار اللي موجودة جوه عقلك بتخلي دايما عقلك يكون فريش، يقدر ان هو ينتج الكثير والكثير من الافكار الجديدة، ومش بس كده ده كمان ينتج الافكار الابداعية. الكتابة بتخليك تعرف كويس جدا هل الافكار اللي موجودة في عقلك دي قابلة للتحقيق ولا لا. بدون الكتابة يبدو لنا كل شيء او كل فكرة هي فكرة واقعية وسهل جدا تطبيقها، لكن مجرد كتابتها على الورق بتتغير الصورة تماما. لو عندك فكرة مشروع وقررت تعرضها على احد الجهات اللي ممكن تقوم بدورها بتمويل المشروع، اول حاجة هتطلب منك هي دراسة جدوى، لان الجهة او المنظمة دي لو قررت انها تسمع منك فقط فهيكون المشروع ده مجرد فكرة نظرية قد تنجح وقد تفشل. ولكن كتابة الافكار دي على الورق وعرض رؤيتك للمشروع من خلال دراسة جدوى موجودة على الورق بتوضح بشكل كبير جدا للمتخصصين هل فعلا المشروع ده قابل للتحقيق ولا لا، وهل يستحق تمويل ولا لا، ومن هنا بيجي قرار هذه الجهة. ولكن خلينا نتكلم عن الشخص البسيط ازاي يقدر يستفيد من الكتابة في حياته الشخصية، وكمان ايه اللي ممكن يكتبه بالتحديد. والحقيقة في النقطة دي احنا مش محتاجين نتكلم كتير، اكتب اي فكرة موجودة في دماغك، اي مشكلة انت بتواجهها، اي ضغط انت بتمر بيه، اي حدث اليم ممكن يكون بيشكل مساحة من تفكيرك، اي فكرة تخطر على بالك، اي حاجة ممكن تكون مهمة ومش مهمة. لان زي ما اتفقنا بعد تفريغ هذه الافكار على الاوراق تتغير نظرتك بالكامل تجاه فكرة معينة. العادة التانية للأغنياء واللي معانا النهاردة وهي مشاركة الآخرين في النجاحات. ممكن نكون أشرنا للنقطة دي لما تكلمنا عن أهم 5 قوانين لإدارة المال وتخطي الأزمات الاقتصادية. مهم جدا إنك تشارك الناس في نجاحاتك، وما أقصدش في النقطة دي النجاح المالي فقط، لكن أنا بتكلم في العموم. دايما هتلاقي أي شخص نجح في حاجة معينة هتلاقيه بيشارك معاك أهم الخطوات والعادات اللي ساعدته إن هو ينجح في المجال ده، والكلام ده بيحصل إما من خلال كتاب أو من خلال فيديو زي الحلقة اللي عاملينها النهاردة، أو حتى من خلال منشور بسيط بتشاركه على أي منتدى متخصص في المجال اللي أنت بتتكلم عنه. عرفت ليه بقى يا صديقي أنا بقولك إن مش بالضرورة يكون كلامي عن النجاح المالي؟ لأن باختصار شديد أي نجاح أو أي حاجة أنت استفدت منها أو حلت لك مشكلة معينة تقدر إن أنت تشاركها مع غيرك. ولو عايز تعرف أكتر عن عادات الأغنياء شوف الحلقة اللي هتظهر معاك دلوقتي في شاشة النهاية. وبالشكل ده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا، ولو فعلا استفدتوا اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش اللايك للحلقة علشان ده اللي بيحفزنا اننا نستمر وبيساهم بشكل كبير جدا في انتشار البرنامج. اشوفكم على خير في حلقة جديدة، كان معاكم مينا ماجد بودكاست المحطة.